من المشاكل العويصة والكبيرة جدا اللي بتجيلك منها أسئلة وعليها أسئلة باستمرار هو موضوع ضعف الكهرباء في المنازل. يجيلك عميل أو يجيلك الزبون أنت كفني كهرباء أو صنايعي ويقول لك والله ده الكهرباء عندي ضعيفة، والكلام ده بيحصل لما أجي أشغل التكييف، أجي أشغل الموتور، حمل بيأثر على حمل. ده كله بيحصل لما أجي أشغل حاجة فلاقي الأوضة التانية ضعفت أو إضاءتها ضعفت أو التلاجة صوت موتورها عالي أو الكلام ده كله. حل المشكلة دي إيه وإيه أسبابه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، تابعنا. اعزائي المشاهدين، بدايه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب في القناه، ديمو وحط لنا كومنت تحت الفيديو وكلم حد عن عبد الرؤوف 89. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. السبب الرئيسي في الموضوع ده بطريقه ما او باخرى هو مساحه مقطع الكيبل هي اللي بتاثر التاثير السلبي ده على ضعف الكهرباء. اما مساحه مقطع الكيبل بتقل يا جماعه ما بيقدرش يشيل الامبير اللي ماشي فيه. ولنفترض جدلا ان انا عندي 3 اشخاص، واحد قادر يشيل الحمل على قده بالظبط، واحد الحمل اعلى منه، وواحد هو اعلى من الحمل، اي ان هو الحمل قادر يشيله وزياده. بالنسبه للواحد الاولاني اللي هو مش قادر يشيل الحمل ده مشكله، وده مساحه مقطع الكيبل صغيره، ده بنمثلها بمساحه مقطع الكيبل الصغيره اللي هو الامبير اللي ماشي فيه مش قادر يشيله فبيسخن وبيسبب ضعف، بيسحب من قدره التانيين علشان يقدر يشيل. النوع الثاني او الشخص الثاني هو شخص قادر يشيل اللي هو جاي له بالظبط، وده مكفي نفسه، ما حد ملوش دعوه بحد ولا الكلام ده. لو حصل عليه اي زياده في المستقبل، لو حطيت عليه كيلو زياده، اللي بيحصل ان هو ما بيقدرش يشيل وبيقع مني. الثالث قادر يشيل وزياده معاه فائض، لو حطيت عليه زياده كمان يستحمل، وده مساحه مقطع الكيبل لما يكون عالي. وما يكون زياده وفي براح ده بيكون افضل بالنسبه لك. انت من حل اخر ما اشتريتش غساله الاطباق اول ما جيت اتجوزت، ولكن بعد ما ربنا كرمك واتجوزت عمليه رأيت معاك زادت احمالك واشتريت غساله الاطباق. اول ما اتجوزت ما اشتريتش التكييف، ولكن بمرور الوقت اشتريت التكييف وربنا كرمك. دي التركه، دي الحته اللي احنا بنتكلم فيها. فان يكون مساحه مقطع الكيبل معاك زايد وكويس هيفيد حضرتك وهيسر معاك الامور بطريقه او باخرى. اختيار مقطع السلك يا جماعه او الكيبل لازم يكون مناسب للحمل، ده على الاقل قل تقدير ان هو يكون مناسب للحمل، لان ما كانش يقدر يشيل حمل معاه كمان. فانا بفضل بطريقه ما ان انت تستخدم مساحه مقطع كيبل عاليه ومناسبه وتضربها في سيفتي فاكتور اعلى علشان تعمل حساب الاحمال المستقبليه. لان السبب الرئيسي في موضوع ضعف الكهرباء ده هو مساحه مقطع الكيبل الخاطئه او اختيار مساحه مقطع كيبل خاطئ. يعني لو اخترنا مساحه مقطع كيبل على قد الحمل بس اللي هو شايله، مش هيأثر على اي حمل تاني. طيب لو اقل من الحمل اللي هو شايله هيأثر على الاحمال التانيه، فعلى الاقل يكون مساوي للحمل اللي هو هيشيله او يقدر يتحمل الحمل اللي هو هيشيله، لان احنا كده مش هنشغل الاحمال كلها في وقت واحد. وخليك كمان حاطط في حساباتك انك لو يعني مثلا اخترت الكابل على قد الحمل بالظبط، في عوامل تانيه درجه حراره مثلا بتاثر معاك، ما متمدد في محطوط في الحيطه ولا محطوط في الارض ولا مدفون ولا ظروفه ايه بالظبط، ده بيأثر معاك بطريقه ما. ده الاحمال دي العوامل اللي احنا بنعرف اسمها دي ريتنج فاكتورز، الحاجات اللي بتقلل من احتماليه. يعني مثلا لو جيت بصيت في الكتالوج السويدي للكابلات مثلا تلاقيه وهو محطوط في الارض بيشيل 50 امبير، وهو محطوط على ضغط تلاقيه بيشيل 40 امبير، وهو محطوط في الهواء تلاقيه بيشيل مثلا 50 امبير او 30 امبير ايا كان. انا اقصد ان قيمه والريتد بتاع الامبير اللي يقدر يشيله الكابل بتختلف من مكان لتاني، من مكان لاخر، فده بيأثر معاك. وهشوف في الفيديو دلوقتي ازاي اقدر احل المشكله ديت واقدر اتعامل معاها من خلال القانون وبالحسابات. فمعروف عندنا اصلا ان في علاقه بتقول ان الار بتساوي رو ال على ايه، دي معروفه. الرو اللي هي المقاومه النوعيه للماده المصنوع منها الموصل، المقاومه النوعيه سواء كانت نحاس يو او اي ال، ومن اسمها كده مقاومه نوعيه اي انها بتعتمد على نوع ماده الموصل. يعني النحاس له مقاومه نوعيه والالومنيوم له مقاومه نوعيه. وكمان بنبص للشركات، في احيانا شركات تديك لون النحاس بس وهو في الاصل مش واخد نحاس خالص ولا وماده كفائتها سيئه جدا وكلام من ده. لكن الرو يفضل انك تشتري السلك من شركه معتمده زي السويدي مثلا. يعني انا مثلا عملت فيديو قبل كده ان انا ازاي اعرف السلك ده مضروب ولا مش مضروب، وعملنا فيديو على الكلام ده. فمن القانون ده ومن العلاقه دي، الار ديت هي مقاومه الكابل او مقاومه الماده الموصله، وهي مقاومه بتؤثر تاثير سلبي على التيار، بتؤثر تاثير سلبي على التيار، هي بتمنع مرور التيار، هي بتقاوم مرور التيار في الموصل. فعشان كده هي مش مرغوب فيها، واللي مرغوب فيها
ان هي تقل، كل ما قلت كل ما كام ده افضل بالنسبه لي. عندنا بعد كده الايه اللي هي مساحه المقطع، تعال ناخدها واحده واحده. الار دي التاثيرات بتاعتها ايه، التاثير عليها من الحاجات اللي معاها، تاثير الرو، تاثير ال، تاثير الايه. الرو كل ما تزيد هتلاقي ان الار بتزيد والعكس صحيح، يعني كل ما المقاومه النوعيه زادت كل ما المقاومه زادت، وده حاجه مش في صالحي، حاجه مش كويسه، حاجه ديفكت معايا. ال كل ما يزيد كل ما الار تزيد برضه، يعني طول السلك كل ما السلك طوله يزيد يحصل مقاومه اعلى. الايه اللي كل ما تزيد الار بتقل، ده مش معايا، ده ديفكت، ده اللي صح معايا. كل ما الايه يزيد كل ما الار بتقل، وده حاجه كويسه بالنسبه لي. وزياده الار زياده عن اللزوم او زياده الايه زياده عن اللزوم ده تكلفه، ولكنه بيريحك بطريقه ما وبحل افضل ان هو بيريحك. كل ما زادت مساحه المقطع بتاع الكيبل، الكيبل ما يسخنش معاك، الكيبل ما حصلش فيه فولتج دروب عالي، الكيبل لو زادت عليه احمال مستقبليه بيستحمل الاحمال ديت وبيتعامل معاك بمنتهى اليسر ومنتهى السهوله وبيقدم معاك. طيب الحل ايه؟ الحل كالاتي، انا شقتي بيبقى فيها مفتاح اوتوماتيك عمومي ومعاها شويه مفاتيح اوتوماتيك كده فرعيين، ده مثلا مغذي اوضه النوم والحمام، ده مغذي مثلا المطبخ، ده مغذي مش عارف ايه فروع، وده العمومي اللي جاي منين؟ من بره الكهرباء عليه وخارجه منه مغذيه مين؟ مغذيه الافرع دي. يعني ممكن تلاقي هنا في كباري كده كوبري بين التلاته دول وده مغذيه. هاجي ببنسه الامبير، ببنسه الامبير هقيس هنا كده هيطلع لي امبير معين وليكن مثلا 30 امبير، ده حمل الشقه كله فاقسمه على 3 يديني مثلا 10 ملي متر مربع، لان انا عارف يعني انا بقول كثافة التيار بتساوي اي على ايه، يعني الامبير في الملي متر مربع بيساوي قد ايه. كثافة التيار ديت او متوسط كثافة التيار دي هاخدها تيار عندي، تيار معلوم ببنسة الامبير، والجي بتاعي للنحاس باخده بتلاتة. في الحالة ديت اقدر اجيب مساحة مقطع السلك اللي هي بتساوي الاي على الجي، ايه بتساوي اي على الجي. الاي بتساوي الاي على الجي اللي هي 30 على 3 يديني كام؟ يديني 10 ملي متر مربع. لو حضرتك لقيت مساحة مقطع الكيبل بتاعتك مش 10 ملي متر مربع حضرتك تغير، لان ده السبب الرئيسي في مشكلة ضعف التيار او ضعف الكهرباء. وبعد كده باجي على كل خط من الخطوط دي واقيس الامبير بتاعه من فوق او من تحت، واقيس الامبير بتاعه واقسمه على 3 على كثافة الامبير او كثافة التيار في النحاس. طلع معايا مثلا ده 10 امبير اقسمه على 3 المفروض يديني 3 وكسر 6 مع 10. طيب لو لقيت الكابل ده مثلا 4 مللي مثلا يبقى الدنيا 8، لقيته اقل من كده يبقى اغير مساحة المقطع لمساحة اعلى، ده هيفيدني وده هيوفر عليا ضعف الكهرباء. في كمان نقطة اللي هي مساحة مقطع النيوترال او المحايد، مساحة مقطع المحايد او بيسموه النيوترال او بعض الناس بتسميه ارضي، الكلام ده كله ده خليه مساوي لقطر الفاز او مساحة مقطع الفاز، يفضل جدا لانه بيمر فيه نفس تيار الفيز، فيفضل قوي انك تخليهم نفس الحاجة. فانت لو عندك المحايد نص قطر الفازة فانت عندك مشكلة برضو هتؤدي لضعف الكهرباء، فخليه نفس مساحة الفازة. في الحالة دي حضرتك تقدر تستفيد اقصى استفادة وتقدر تتغلب على مشكلة ضعف الكهرباء وفولتج دروب كمان اللي بيحصل عندها. ده كان فيديو اليوم، ارجو حضرتك استفدت. لو حضرتك استفدت تنساناش من اللايك والشير والسبسكرايب في القناة. ممكن تكلم حد عن عبد الروف 89، حط لنا كومنت تحت الفيديو. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تشوف الفيديوز اللي فاتت. سلام.